بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اليوم جئتكم بدرس من دروس لغة السيشار وهو تتمة للدرس السابق، سيكون حول البوليمورفيزم والهيريتاج أو الانهيريتانس. في الدرس السابق قمت بإنشاء كلاس عبارة عن بيرسون وشرحت بعض الأكس ما معنى هذا الأكسس موديفايرز بريفايرز private or public. الآن قمت بإنشاء constructor by default. سأقوم بإنشاء constructor آخر ويكون يحتوي على argument آخر. كما قلنا نعمل public ثم اسم constructor يأخذ اسم class person هكذا، وأقوم بعمل argument أي في هذا constructor فقط الانيشاليزاسيون، اي اقوم بعمل انيشاليزاسيون كما توجد في لغه السي، الى ان هذه الانيشال ستكون عباره عن كونستريكسيون مشيد. ساقوم بعمل انيشاليزاسيون مثلا للنو، مثلا نو عباره عن سترينج، ساقوم بكتابه نيم مثلا واقوم بكتابه مثلا بالبخينو، وأيضا سأقوم بإدراج سيان هكذا. الآن سأقوم بعمل إنيشاليزاسيون في هذا الكونستريكتور. الطريقة التي أعمل بها في الإنيشاليزاسيون، أقول له this أي في هذا الكلاس، الكلاس بيرسون الموجودة سيان، أين هو هذا السيان؟ هذا السيان موجود في هذا الكلاس، هذا سي ان ديس. ساقوم بعمل انيشاليزاسيون له ب سي ان موجود هنا، ثم ساقوم بنفس الشيء بعمل نو و بخير و نو ايكوال ديس دوت هنا قمت بعمل انيشاليزاسيون لهذا كونستريكتور. اذا ذهبت الى هنا لاحظوا معي شيء مهم جدا. اذا حذفت هذا الكونستريكتور بار ديف وقمت بعمل سيف وذهبت الى البروغرام، يقول لي بان هذا الكونستريكتور غير شغال، اي ان الكونستريكتور الموجود الذي يحتوي على الارغيمون هو الذي يصبح شغال. لذلك اذا اردت ان استدعي او انشئ مشيدا بدون ارغيمون هنا، لا بد من كتابته هنا، كتابته على هذه الطريقه public person هذه الطريقه، واقوم بطريقه فارغه هكذا. الان سيقول بانه شغال. ساستدعي هذا الكونستريكتور بهذا مشيد، بهذا الكونستريكتور الذي يحتوي على ثلاث بارامترات، ثلاث ارغيمون. سأمرر لهذا الكونستريكتور، سأنشئ كونستريكتور اخر او مشيد كلاس اخرى ستسمى بار 1، ثم سأقول نيو ايكوال نيو بيرسون هكذا. فأقوم هنا يقول لي بأن عندما أعمل قوس يقول لي بأنني سأختار بين مشيدين، هل المشيد الذي يحتوي على بارامترين الثلاث بارامترات أو الذي لا يحتوي على أي بارامتر. هذا ما يسمى بالبوليمورفيزم. سأقوم الآن بعمل انيشاليزاسيون داخل هذه الأمور. قلنا بنو مثلا جيمي، ثم بخينو عفوا بيرتي أي وضع، ثم سأقوم سين مثلا هكذا، وأقوم بالوروج الى احد العناصر بهذه الطريقه فقط بار بنفس الطريقه
مثلا سأقوم بالولوج إلى نو، سأغير هنا النو، لاحظ بأنه راه مغير هنا نو، سأقوم بعمل هذا الشيء، ثم سأقوم بعمل افيشاج له. سأقوم بعمل افيشاج بالكونسول بوينت رايت لاين هذه الطريقة. أقوم بعمل هنا بر دوت فاريبل لوكال، صحيح، أقوم سأعمل افيشاج لها اوتوماتيك هنا بر وان دوت نو، هكذا سيظهر لي هذا جيني. نلاحظ انه اظهر لي هذه القيم. اذا اردت الدخول الى القيم اخرى مثلا ادخل الى الفريم بهذه الطريقه، دخل الى الرياضه، واذا اردت الى السين ايضا لاحظت انه سيدخل لي الى تلك القيمة التي عملت انيسياليزاسيون لها في وسط المشيد. هذا يمكن اضافة انواع كثيرة من المشيدات تحتوي على بارامترين ثلاثة اربعة الى على حسب استعمالاتنا. الان ساشرح ما معنى انهيرتنس او الوراثة. ساقوم بانشاء كلاس اخرى هنا، بعمل اجوتي مثلا، وساقوم بكتابه هنا كلاس لتسميه هذه الكلاس هون لتسميه هذه الكلاس مثلا ميتي. نلاحظ بان لكل شخص مهنه خاصه به، كل شخص لديه مهنه مثلا، فميتي مثلا ستكون مثلا ميتي عبارة عن برايفت مثلا، سأستدعي برايفت وسأقوم بعمل سكرين وأقول مثلا نو دولاميتي، ثم نو دولاميتي فقط، سأقوم بالدخول إلى هذه الأمور. الآن إذا أردت أن أعمل مثلا كونستريكتور ميتي، دائما أعمل كونستريكتور كي أشيد هذا الميتي بعمل بابليك الأمور. الآن سرتم تعرفونها، هذه الطريقة public هنا. الآن إذا أردنا أن نستعمل هذا البيرسون، أي استحضار معلومات هذا البيرسون، لا يستوجب أن أكتب هنا private أيضا دونو دو بيرسون دو برينو إلى آخره. لا يستطيع أن أعمل كوبي وأقوم بكتابة هنا جيتر وسيتر، يعني شيء ممل، وهذا هو السبيل الوحيد والأمور التي جعلتنا نحتاج إلى هذا الهيريتاج، أي فقط عندما أريد أن أورث لهذا الميتي، لهذه الميتي مثلا، أورث منها مجموعة من العناصر وهي اسم الشخص ونسبه ثم وسئل خاص به، أي نورثه لهذا الميتي. فقط نقوم بتشييد كونستريكتور بهذه الطريقة، وعوض كتابة وتشييد كونستريكتور آخر public. هذا الكونستريكتور يكون عبارة عن ميتي مثلا، ويكون أيضا باستدعاء نو string نو get string preno get string cn get مثلا. سأقوم بإضافة هذا نو دوميتي نو
هكذا ان او ميدي. هذه الطريقه ميدي مثلا اقوم بعمل سبرينت ميدي. الان اذا اردت ميدي تكتب هكذا، اذا اردت الان اذا اردت ان اعمل انيسياليزاسيون في هذا الكونستريكتور وعملت واردت ان اعمل انيسياليزاسيون واستدعاء هذه الامور الموجوده هنا يعني دون كتابه اعاده نفس الشيء في هذا الميتي واعمل انيسياليزاسيون بيس بوان نو ايغالا نو ثم ديس بوان برينو ايغالا. فقط اقوم بعمل اريتاج اي الوراثه، سأورث من هذا الاب الذي هو بيرسون، سأورث شيء اشياء اريدها مثلا هذه. هكذا نعمل بطريقه الوراثه، اقوم بعمل دو بوان ثم اقوم بكتابه الكلاس التي اريد ان ارث منها، ثم فقط هنا يكفي اضافه بوان ميتي هنا يمتي هنا إيكالا ميتي مثلا. هذه الميتي لم تعجبني، ربما ليست بهذا الشكل، لكن المهم اتضح المفهوم. الآن إذا أردنا استدعاء هذا النو هذا الفريم فقط نأتي هنا، هذا هو الهيريتاج، نأتي هنا وأكتب بيز هكذا بهذه الطريقة وأستخرج. ماذا أستخرج من هذا البيز؟ النو الخاص ثم رينو ثم سي اي هكذا، وأعمل فقط انيسياليزاسيون اوتوماتيكمون. هنا يقول لي بأنه ديجا يعرف هذه الانيسياليزاسيون الموجودة هنا، أي وردتها من هذا الكونستريكتور. عوض أكتب تلك الأشياء كلها في هذه الطريقة، فقط يستوجب علي كتابة فقط هذا البيز نو سي ان التي وردتها من البيرسون، وأقوم بكتابة فقط ديس. الآن سأقوم بعمل افيشاج بابليك فويل، وأقوم بعمل افيشاج بهذه الطريقة، وأقوم بعمل افيشاج مثلا بالكونسول كونسول بوان رايت لاين مثلا، عمل افيشاج هنا سأقول this is profession person مثلا هكذا. أقوم بعمل تشييد هذا الكونستريكتور هنا مثلا، أقوم بتشييد كونستريكتور سأسميه مثلا ميتي كونستريكتور ميت فقط، سأقوم مثلا ميت إيكوال نيو كونستريكتور هكذا. يقوم بعمل تشييد لثلاث عمل انيسياليزاسيون لثلاث عناصر، أربع عناصر عفوا. العنصر الأول وهو النو، أخذ مثلا يو مثلا هكذا، ثم أقوم بعمل هذه الطريقة، ثم أقوم بعمل بعمل عفوا ثلاثة، ثم أقوم بعمل الميتي التي أريدها مثلا بروفيسور هكذا. ثم أقوم الآن بالولوج إلى أي عنصر أردت الولوج إلى هذه الطريقة، فقط استدعاء هنا بميت والدخول إلى سي إن مثلا سأجده أ أو 23 22 هكذا. إذا أردت أيضا الدخول إلى بروفيسيون وهي الميتي بهذه الطريقة ميتي، هنا لن يدخل الى الميتي لانها عباره عن برايفت، لذا ساعمل اكسسوار
او جيتر او سيتر، او سأعمل فقط سأضعه public فقط لتقديم مثال، فقط سأضعه public وسأدخل اليها بهذه الطريقة بانتهاك. سيقول لي بانه بروفيسور بهذه الطريقة. الان اتضح المفهوم. هذا الهيريتاج. الان سأشرح ايضا شيء اخر قبل ان اشرح البروتكشن. هنا البوليمورفيزم مثلا في هذا افيشاج، اذا عملت هنا استدعاء لهذا الميت وقمت بعمل ميت بوان افيشاج هكذا، سيقوم باستدعاء this is a professor of this is a person عفوا، سيقوم باستدعاء. لماذا قام باستدعاء اي عنصر؟ a professor of person and افيشاج هكذا تكتب افيشاج. نعم هكذا كتبتها. عندما اقوم بعمل كومبيل نلاحظ انه يقول لي this is a person، اي يدخل لي الى ماذا؟ يستدعي هذا الافيشاج الموجود في البيرسون. هذه هي الامور التي يجب ان تستوعبها. لن يستدعي هذا الافيشاج الموجود هنا. لاحظنا بان لديه استدعى هذا الافيشاج لانه public. هنا في هذا الافيشاج مكتوبة F F صغيرة عفوا، هكذا سيقول لي بأن this عفوا. كيف تكتب هذه الأفيشاج؟ أفيشاج بهذه الطريقة. سأعمل كوبي ثم سأعمل هذا كذا، أقوم بالضغط هنا سيدخل لي this is a profession of a person of a person of a person هكذا. الآن إذا أردت أن أعمل function، وهذا ما يسمى بالبوليمورفيزم أيضا، إذا أردت أن أعمل function نفس الفونكسيون الموجودة في البيرسون وأردت الولوج إليها، هذه function. إذا أردنا مثلا في هذا كتابة الفونكسيون الخاصة افيشاج هنا نفس الفونكسيون نفس الفونكسيون هنا، اذا دخلت الى هذه تلك الفونكسيون بهذه الطريقه افيشاج سيدخل لي فقط الى this is a profession of person. انا اردت ان ادخل ايضا الافيشاج الموجود هنا this is a person، فقط سأذهب إلى هنا وتكون عبارة عن virtual أي افتراضية. هنا سيكون virtual هكذا، سأقوم بكتابة virtual ثم سأقوم بالذهاب إلى نفس الفونكسيون الموجودة هنا وأكتب public override بهذه الطريقة وأقوم بعمل void affichage. هنا أوتوماتيكمو إذا أردت أن أستدعي ذلك هذه الأمور أو هذا الكونسول الموجود في هذا affichage، أكتب هنا فقط base.affichage هكذا، ثم سأقوم بعمل هنا مثلا /n كي تظهر أو تابيلاسيون سلاش تي كي يظهر الفرق. الآن إذا قمت باستدعاء افيشاج في هذا البروغرام مات دوت افيشاج، سنلاحظ يقول لي this is a person this is a profession of person
هنا سأقوم بحذف هذا الـ right line فقط بكتابة هنا أكون. هنا سأقوم فقط بكتابة right كي يكون في نفس السطر يكون في نفس السطر this is a person this is a profession of person هكذا تم إظهار لي هذه الأمور. الآن في آخر لحظة سأشرح البروتكتد. مثلا سأقول سأدع مثلا شيئا هنا protected سأقوم مثلا بإضافة ID مثلا خاص بهذا البيرسون مثلا protected ID خاص بالبيرسون ID خاص بالبيرسون ID خاص بالبيرسون هكذا protected عفوا سيكون عبارة عن entier مثلا integer هكذا هذا variable protected أي إذا أردت الولوجة إلى هذا variable ID في هنا مثلا في هذا البروفيسور مثلا واحد أو اثنان r dot مثلا إذا بحثت عن ID لا يوجد أي لا يستطيع الدخول إلى هذا لا نستطيع الدخول بواسطة البروتكتد إلى هذا الكلاس أو إلى تشييد أو إلى هذا البروغرام كونسول أو إلى أي كلاس. هنا الآن إذا أردت الدخول إلى ذلك الID لذلك يستوجب علي إنشاء هنا مثلا public مثلا سأقوم باستدعاء مثلا مشيد أو سأقوم بإنشاء مشيد في وسط هذا constructor مثلا هذا فقط مثال مشيد سأقول مثلا هذا المشيد مثلا عبارة عن class مثلا n equal new هكذا ثم أقوم بالدخول إلى ذلك الID سنلاحظ بأنه أظهر لي هنا الID أي تم السماح لي بإدخال في هذا الID مثلا سأقوم 12 32 هكذا وأقوم بعمل أفيشاج أو سأقوم بعمل وسط هذا عمل أفيشاج فقط هنا في أفيشاج بسيط أو لا داعي لعمل أفيشاج المهم اتضح المعنى أنني إذا عملت البروتكتد لا بد أن يكون هناك أن هذا البروتكتد يتيح الفرصة للدخول في هذا الكلاس الموجود وفي الكلاس الابن وهو الميتي يمكن الدخول إليه أي عنصر بالبروتكتد لذلك نقول بأن هذا البروتكتد نستدعيها ونحتاجها دائما في الانهيرتنس في الوراثة إذا أردنا أن نورث أحدا شيئا ولا نريد أن نستدعيه في مكان آخر في كلاس أخرى. أتمنى أن تصلكم المعلومة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.